التنمية العمرانية واحدة من أهم المرتكزات في إيجاد مستوطنات آمنة وشاملة، ولأن القطاع السكني في العراق يعاني أزمة كبيرة نظرا للمتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. قامت وزارة الإعمار والإسكان بالتعاون مع الأمم المتحدة بتحديث وثيقة سياسة الإسكان الوطنية، وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في جلسات سابقة. هذا التحديث يمثل خارطة طريق لحل أزمة السكن في العراق. تهريب وثيقة سياسة الإسكان الوطنية في العراق وتجاوز المعوقات التي حالت دون تنفيذها، تم العمل على تقييم وتحديد الصعوبات والعوائق التي واجهتها المؤسسات في عملية التطبيق ومدى تفاعلها مع الخطط الاستراتيجية والاستراتيجيات التنمية المحددة من قبل الدولة. ويأتي تحديث السياسة الوطنية للإسكان من قبل وزارة الوزارة في فترة بالغة الأهمية بعد تحرير كافة المناطق من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال طبعا جهود الحكومة العراقية. هذه الفترة التي تشهد تفعيل الجهود الوطنية للحكومة للتحضير لمرحلة إعادة الإعمار. هيئة الاستثمار من جانبها كقطاع معني بهذا التحديث قدمت رؤيتها وعملها لجذب الاستثمارات لبناء 1,000,000 وحدة سكنية من خلال عرض هذه الفرص في مؤتمر الكويت لإعمار محافظات العراق في منتصف الشهر المقبل. خلال الخطة الخمسية الأولى عندنا أهداف حقيقة نصل، وهذه احنا نأمل، وإحنا رفعنا راية من زمان أنه نبني 1,000,000 وحدة سكنية كبداية بها مستلزمات كثيرة في هذا الجانب، وهذه لكل طبقات المجتمع. إحنا مقدمين قريبا على مؤتمر الكويت لإعمار العراق، وقدمت الهيئة الوطنية للاستثمار رؤاها في هذا الجانب كاستثمار مباشر دعما لهذه الخطة. وثيقة التحديث هذه افتقدت إلى المعالجات الواقعية والحالية لظاهرة العشوائيات التي انتشرت بشكل مخيف في أغلب مناطق العراق، واكتفت بوضع محاور لها تمثل حلولا بعيدة المدى لحل هذه الظاهرة. مشكلة العشوائيات وتفاقمها في الآونة الأخيرة صار واضح للعيان، ومشكلة ظاهرة ويجب وتحتاج إلى معالجات ضرورية، ولكن تم معالجتها بمحور منفصل. هنالك برنامج وطني بقيادة أو بإدارة وزارة التخطيط وبإشرافها المباشر للتعامل مع موضوع العشوائيات. على الرغم من تحديث وثيقة سياسة الإسكان الوطنية، لكنها قد تصطدم بمناطق العشوائيات التي يسعى بعض النواب إلى تمليكها، ما يشكل نقطة خلل أو مشكلة في تحديث هذه الوثيقة. من مقر وزارة الإعمار والإسكان في بغداد، وليد الشيخ، الحرة.